حول الموضوع عندنا لنا عبر الهاتف من دبي الأستاذ رامي مراد، خبير التجارة الإلكترونية ومؤسس أيضا موقع yalacheap.com. إذن سيد رامي مساء الخير، أهلا بك معنا. بداية، كيف تأثرت مواقع التسوق الإلكتروني في المنطقة بمثل هذه الإجراءات الغير القانونية من جانب جوجل؟ مساء الخير. أول شيء، إذا فينا نوضح ماهية خدمة جوجل شوبينج لحتى نعرف بس الشيء اللي صار وكيف صار تتميز جوجل شوبينج عن منافسيها. أكيد أفضل يعني لو نشرحها. نعم. باختصار سيد رامي. نعم، باختصار شديد، جوجل شوبينج هو أول شيء محرك بحث متخصص للتسوق من جوجل، وهو يتيح للباحثين أو للمستخدمين الانديفيدجوالز أو المتسوقين العثور على منتجات هن بيرغبوها وبحاجه لها عن طريق الانترنت. الشيء اللي عملته جوجل بالجوجل شوبينج، اللي هي طبعا صارت عمليه البحث عن المنتجات تتم عن طريق جوجل شوبينج، واللي هو عم ينافس بشكل مباشر بقيه التجار او المواقع الالكترونيه المتواجده في منطقه اليورو. اذا فينا نقول اليوم طبعا نتائج البحث عن اي منتج عم تتضمن فقط منتجات التجار الذين ينتسبون الى هذه الخدمه عن طريق الدفع الاموال الطائله، ومن هون اثرت هالخدمه هي على التنافسيه التسويقيه لبقيه المواقع المشابهه لجوجل واللي هي بتعنى بخدمات البحث الالكتروني. طبعا لحتى نفهم شو مدى الضرر اللي سببته هالسيرفيس هي على بقيه المواقع اليوم يعني مثلا كانت تقدم او كمقترحات مواقع دون الاخرى، وذلك يعني لا بعيد عن ربما عن اهميه الموقع او مصداقيه الموقع. نعم، فقط لحتى نحن نظهر، او اذا انا كنت تاجر على شبكه الانترنت لحتى تظهر منتوجاتي بجوجل شوبينج فيجب ان اكون منتسب لهذه السيرفيس. فإذا كنت منتسب لهذه السيرفيس فرح اكون منافس قوي وشديد لبقيه التجار الموجودين والمشتركين مع جوجل عن طريق الادورد. يعني كانت جوجل او خدمه جوجل شوبينج تميز المشتركين معها عن اي مواقع اخرى. صحيح. طيب كيف تاثرت مواقع التسوق الالكتروني في منطقتنا بهذا؟ احنا هالخدمه هي اللي تاثر فيها اكثر شيء من الدول الاوروبيه، يعني في المنطقه يعني لم تتاثر. نعم، لم تتاثر كثيرا. يعني عم نحكي بالمملكه المتحده لوحدها كان في عندنا حركه مرور المستخدمين انخفضت بنسبه 85% على المواقع التنافسيه. اذا عم نحكي على المانيا لحالها كان في نسبه الانخفاض حركه المرور على المواقع التنافسيه كان ب 92% و80% كمان بفرنسا، وهذا يعد انخفاض مفاجئ وشديد. نعم. طيب سيد رامي، يؤدي الى اغلاق الكثير من المواقع الالكترونيه التنافسيه لجوجل بهذه المنطقه هي. طيب ماذا بالنسبه للمستهلك؟ يعني المستهلك كيف يمكنه ان يقيم الخيارات المطروحه التي يقدمها محرك البحث؟ كيف يمكنه أن يختار الأصح والأنسب من ضمن كل المقترحات التي تظهر له، بغض النظر يعني هو طبعا المستهلك لا يعلم إن كان هذا الموقع هو مشترك مع جوجل أم غير مشترك، كيف يمكن أن يختار الأنسب والأصح لكي يتسوق يعني من خلال مواقع التسوق؟ صحيح. الصراحة هذه أنت وضعتي هلا يدك على المشكلة الكبيرة اللي هي حقوق المستهلك. أنا اليوم لما بفضل تجار أو منتجات عن منتجات أخرى، ممكن المنتجات الأخرى تكون أفضل بالنسبة للمستهلك من ناحية السعر والناحية النوعية والناحية التواجدية بالأسواق، فأنا بكون بشكل غير مباشر عم بخدع المستهلكين. نعم. عم أقدم لهم خدمة مقارنة الأسعار لمنتجات هي بالحقيقة ما عم تكون حقيقية أو غير صحيحة، لانه خدمه المقارنه هي ما عم تشمل جميع المنتجات المتواجده. طيب في 10 ثواني فقط سيد رامي، المستهلك كيف يمكنه ان يميز؟ عفوا؟ المستهلك كيف يمكنه ان يميز الاصح والانسب من كل هذه المواقع باختصار شديد؟ باختصار شديد المستخدم يجب عليه المرور على جميع الروابط التي تنتجها محركات البحث
يعني اذا كنا عم نحكي عن جوجل اليوم وحطينا كنا عم ندور يعني يجب المرور على الكل وعدم ربما الالتزام بما يقدمه محرك البحث فقط. اشكرك. المرور على جميع الروابط الموجوده. نعم شكرا لك جزيلا سيد رامي مراد خبير التجاره الالكترونيه مؤسس موقع يلا تشيب دوت كوم، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا لك.